إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض أسباب الإمساك في الدرس التاسع. طبعا مثل تشققات شرجية أو شرخ بالختام ممكن يسبب إمساك، سقوط أو فتق الشرج المستقيم، وأيضا راح نتكلم عن مضاعفات الإمساك في هذا الدرس. مضاعفات بسبب يعني سوء معالجة الإمساك، الاستخدام طويل الأمد للعقاقير المخرشة أو المحرضة ربما يؤدي إلى نقص يعني مستوى البوتاسيوم في الدم أو يعني تلف نهايات الأعصاب في القولون، مما يعني يسبب مضاعفات بسبب العوامل النفسية مثل حدة الطبع. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحنيبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.